وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم. مساء الخير سمو الأمير، وأهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. مساء الخير أخي الكريم، حياك الله وأرحب بكم وأتمنى لكم دائما التوفيق والسداد بإذن الله تعالى. حياك الله سمو الأمير. سمو الأمير، تأتي هذه الخطوة لرفع جودة التعليم الإلكتروني خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم، إلى أي مدى يرى سموكم أثر هذه الخطوة في تطوير التعليم في مناطق المملكة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدون أدنى شك بأن الحقيقة يعني التجربة التي خاضتها البلاد في أثناء جائحة كورونا المفاجئة، والتي الحقيقة يعني جعلت الدولة تتوجه إلى التعليم عن بعد، بأنها فعلا يعني أثمرت عن كثير من النتائج الإيجابية لطرق باب التعليم عن بعد. وما حصل هذا اليوم الحقيقة من منح التراخيص من الوطني للتعليم الإلكتروني للتعليم عن بعد لجامعة الملك عبد العزيز والملك فيصل، وكذلك جامعتنا جامعة القصيم في المنطقة، وكذلك جامعة الأمير نورة، إلا الحقيقة يعني دليلا على ثقة بتلك الجامعات. فلذلك الحقيقة أنا أتحدث الآن عن يعني جامعة القصيم، وأشيد وأفتخر بهذا المنجز الذي يعتبر الحقيقة من المنجزات الكبيرة على مستوى الوطن، والذي يفتح المجال لجميع قاطني المملكة، يعني ليس فقط لمنطقة القصيم وإنما لجميع قاطني المملكة العربية السعودية من الالتحاق بهذه البرامج عن بعد للطلاب والطالبات. فالشكر لله أولا، ثم كذلك الحقيقة لقيادة الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهد الأمين أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأهنئ كذلك جامعة القصيم بهذا المنجز الحضاري والعلمي المتميز بإدارتها المتميزة. بدون أدنى شك الدكتور الأخ الزميل الدكتور عبد الرحمن الداود رئيس الجامعة الذي يبذل جهودا كبيرة حقيقة وجهود متميزة في سبيل تطوير الجامعة وأداء رسالتها والقيام بأدوارها على الوجه الأكمل، وكذلك وكلاء الجامعة ومعمد الكليات. فأنا أعتقد أن مثل هذه النقلة النوعية سوف تمكن الجامعة إن شاء الله من توجيه برامجها للجميع في أنحاء المملكة وليس في منطقة القصيم فحسب، وسوف تتاح للجنسين شباب وفتيات. فهذا بدون أدنى شك يعطينا يعني دلالة قاطعة باهتمام بلادنا وبتوجيهات المقيادة الرشيدة إلى التوجه إلى التعليم عن بعد وإتاحته للجميع، ليس الحقيقة في مناطق معينة وإنما تكريس الوطن الواحد. عندما ترى ولله الحمد جامعة القصيم وهي تعطى هذه التخصصات، دبلوم التسويق الرقمي ودبلوم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، دبلوم المحاسبة، دبلوم المبيعات، ووزعت تخصصات أخرى إلى جامعات أخرى، هذا يعطينا دلالة بأن يعني تكريس الوطن الواحد وإعطاء تخصصات لجامعات لنشر مثل هذه العلوم وإعطاء الحقيقة التعليم عن بعد دورا أكبر. فأفتخر وأعتز ب يعني أعطى جامعة القصيم بالإضافة إلى الجامعات شقيقاتها الأخرى في جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الملك فيصل أو جامعة الأميرة نورة، كلها جامعاتنا وجامعات هذا الوطن، وتحت ونحن جميعا تحت مظلة هذا الوطن الغالي بقيادة الرشيدة. فأنا الحقيقة فخور كل الفخر والاعتزاز، وأهنئ يعني أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والكادر الأكاديمي في جامعة القصيم والجامعات الأخرى على مثل هذا المنجز، فهو منجز حضاري بدون أدنى شك. أسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا الأمن والأمان، وأن يديم قيادة الرشيدة سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين، ووفق كذلك معالي وزير التعليم وجميع الزملاء الحقيقة المعنيين بهذه الأمور. والحقيقة نرى كل يوم من بعد آخر مزيدا من المنجزات ومزيدا ولله الحمد من القفزات العلمية وإعطاء هذه الجامعات دورها الأكبر في التعليم عن بعد. نعم، وهذا ما تعودنا من قيادتنا الحكيمة في دعم التعليم خدمة لأبناء وبنات هذا الوطن. كل الشكر لك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، ونتمنى التوفيق للجميع ولأبناء هذا الوطن. العفو العفو أخي الكريم، موفقين إن شاء الله لكل خير. شكرا لك سمو الأمير. شكرا أخي الكريم، شكرا.